الإخوان السلام عليكم، عواشركم مباركة. علاش غنتكلمو اليوم؟ تنشوف بعض الناس متفهمهمش، ديك النهار تنشوف داك الجوكا اللي تيقدم الشكايات بالقنوات، تيتكلم مع داك إلياس نيوز ومع نور زينو، قال لك بغى يصالحهم. هذه مبادرة حسنة، بغى يصالحهم، ولكن أجاب الأستاذ حليم في القضية. علاش جبد الأستاذ حليم؟ أنت إذا بغيت تصالح الجوج وحاول تصالحهم، ولا كما يقولون باللغة العربية قول بحالك. شنو مراكشي؟ كون مراكشي ولا كون شلح، ماشي بحال. فهمتي؟ ما خاسر والو، فهمتي؟ منين أنت غادي بغيت تصالح بجوج من الناس، علاش دخل حليم؟ حليم ما عندو علاقة. حليم اللي عندو المشكل عندو مع زينو، جبتي في الهضرة. تقول له باللغة الإنجليزية ديغين، وايو ديغين. هادي تحفر ليش؟ وهادو الناس المثليين، الله يكون في عونهم، عندهم خلل ترماوي، كلهم من التعايل معاهم تيجبدو لك مك ويجبدو لك ولادك. شوف غير من تحفة، تحفة تكلم معاه يجبد لك مك ويجبد لك ختك ويجبد لك أخوك صاحبك زينو، جبد السيد يسب ليه في ولدو. أشنا هادي؟ ولكن هادو المغاربة عندهم عقلية مغربية. أما أنا هنايا في الإنجليز ما نديوهاش، تقول واحد ولدك مش عارف يقول فاكين مات. نتي وكنتي من المغاربة، عالية أمي، عالية ولدي. لا، حنا عندنا كلشي جاري بالعمل، ما عارف حتى كان هو واحد منهم. فهمتي؟ فلهذا المرة أخرى بغيت تصالح شي واحد لابد لك لكن مان أوف بيس انتلكتشيو. أش دخل حليم في هذا؟ أش دخل حليم؟ ولا المهداوي، لا ماشي المهداوي، المديمي. إلا عندك معاهم شي مشكل كنتي راجل، هود المغرب ودير بهم شكاية. يا قال لك المغرب الوطن دولة الحق والقانون، وهودو المغرب ودير بهم شكاية. يلاه والسي دير شكاية بالزروالي وما عندوش فلوس باش يخلص المحكمة. صاحبك الأخ تحفة، والأخ تحفة ما خلصش عليه المحكمة. انت كنتي مع زهراش في الكافيتيريا، وما خلصش المحكمة ديال الطاليان، وما خلصش المحكمة ديال سيبرس. هذا هو الأسد، والأسد خصو يكون بنيابو. ولا انت يا صاحبو خلص عليه، راك مدور مع ذاك الناس يعطوك الفلوس، ولكن غير سمو كاش داخل ليك. لهذا الفهم ما عندنا ما ندير بها. انا غادي لباريس، ايوا سير اخويا سير لباريس، فوت باريس. واحد ما قال لك في غادي ندي، معليش شو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا تيبان لي قسمو عندك اسمو عندك اسمو دوك الدراري دوك الثلاثة الفار دوك العصابة. هذاك اسمو نسيت على سميتك، رمضاني. خليتي ونسيتيه، بقى يخطب. انا مشيت هوت الظل تحت وخذ ليا كاس الماء بارد وطلعت ودخيت ومازال تيخطب. ومعندكمش الدايركت اللي يقول لي يتكلم معاه، يقول لي قطع
وخليت يتكلم بابا 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 ومشي يتكلم تعاود لينا خبيره ما كانش شي اكسايتمنت في الهضره ديالو شي حاجه هادو ها هو يقول شي حاجه ريحنا ريحك وقتي وقتي تعاود لينا خبيره سمعتي السيره مالي وتكلم عليك الشلح هذاك الصلع تكلم على اللغه ديال الصلعين معليش هذا هو اللي انت تكلمتي وزدتي وش شد شدك بقى يخطب 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 خبت عاد ومتى اللي خطعتي دخلتي كون ماشي انت دخلتي وقطعتي كون بقى كون باقي دابا نمشي دابا نطلع ونلقى مازال تيخطب وهذا واش ما عليكمش الدايركتور تي هذا البرودوسر ديال ديال البرنامج يتكلم معاكم يقول قطع دوز قطع ها 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 وهذا لا ماشي انا مش سوقي لانني انا هنايا وانت لهيه قلت لك اسم هذيك اسم ديك الدريه ميسا ميسا سلمى دارت واحد الفيديو تقول لهم الناس تي 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 يبغى معليش وانت يا اختي اسمك نسيت ميسا سلمى وانت نسيت داك السروال مزير عليك مزير عليك ودابا عرفتي المغاربه فهمتي معلومة تي تي تبناو سيكسياليزي هذا هذا ولي درتي واحد الجمعيه مزيانه ديريها الله يعاون الله يعاون واش يدعموك ولا ما يدعموكش يقول لهم يدعموك ولا عملي اليوتيوب ولا عملي التيك توك شنو نشوفوك هذيك هذيك اسمها مزيان معليش الدري تحاول تحاول هادشي هادشي تخربيق واحد بغيت يقلب لي على 49 مليار مشات 49 مليار دولار خونوها 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 خونا الشلح 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 خونا دوك الصندوق ديال اللي عطاها لك اسمو سمو اللي تحكم علينا محمد السادس حتى حنا فيما تكون شي كارثه تيخرج الفلوس ديالنا عندنا فلوس وين ليه راه فهمتي حتى ماشي هذا 49 مليار حتى في الصندوق الصندوق مشى ما خدم لا لا والو طلع من خدم لا والو اداها الشلح اداها الشلح واش تي هنا باش هنا باش الحكومه اللي تكون عندها الاغلبيه ماشي حكومه تسمى الديكتاتوريا باي ستيل فهمتي انا نقول لك ماشي نقول لك 49 مليار غتكلم معاهم يقول لك اه ديك النهار واحد تكلم على الذهب والفضه اه وهذا وقال لك حقا مشى زار طاطا اه قال لك مشى في الحمله الانتخابيه ديالو ماشي البلادي ديال الحزب قال لك مشى لطاطا ايوا مشى لطاطا هذوك الناس باقي سنانهم صفرين ها الماء اللي تشربوا ولا صالح للشرب قال لك مشينا للناحيه طاطا وشنا الناس ما شتي والو الناس اللي يرب عليهم الزلزال سكنتيهم ولا مازال وفي ما فلوس الزلزال تا هو فينا هما وانتوما اي صندوق تاخذوه واه لا هادشي ماشي معقول انا هذا بغيت تشوف هذاك هذاك اسمو لك الاسد الاسد ديال قال لك مشى لطاليان ومشى بغي مشى ها هو دابا فين الطوموبيل ما عندكش طوموبيله ها ايوا انت عارف راسك تسالك كنتي تكري طوموبيله ما عرفتش يقولوها في الطاليانيه ما كنتي تكري قال لك مشى في التران وهذا هذا وبغيت يضحك على عباد الله ايوا قال لك اللغه ديالهم هذوك الناس ديال اللي عندهم خريه بلي مسكين صابوا سنانهم والاخرين ديال فقي بن صالح هذوك هما كاين اللغه ديالهم تي ها يا سير تبارك تضحك عليهم امك لينك ومشربينك تما وهو تضحك عليهم شتي انت ما فيك خير ما فيك خير هذه يا حبيبتك ما فيكش خير اي واحد تعرفك تدور فيه وانت الحاج درتي فيه الحاج هذا الحاج الزبي درتي فيه ها اللي كان قال لك ها الاخر هرب من لك اسمه كوجاك هي ايه انت ما عندكش صاحب يو هاف غوت نو فريند ميبي الاف بي اي تضحكوا مع مرتي انا ما تشوف الضحك مع مرتي وهو هو رجع الامريكان قلت الدراري هذه رجعوا يقراوا الشهر الجاي هذا هو الشهر الجاي سير هو هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين دابا الصيف بدا دابا هنا اوفيسيال الصيف بدا دابا هو كيبدا في 20 جوان هو دابا شادي هادي العمده انا نصح نقول سميتها الحاجة اسمها الله ينسي سميتها اش من الحاجة نبيلة الحاجة نبيلة واش دير لنا تخلي الزبل في الكوت
هذوك الدراري اللي كانوا تينظفوا مادام شو جريت عليهم ها رغم الوعد اللي وعدتيهم والو ها انت ما عندكش كلمه ماشي ديال رجال ديال العيال ما عندكش كلمه العيال توعدي السيدين الشباب كانوا خدامين تيترزقوا على الله ما تعطيهم والو الدعم تيجيهم من الخارج من الجمعيات هذا نطو جريتو عليهم واش جيتو بلاصه زباله راه زباله ما تمشي هو انت يا لطيف اه هذاك واش تبيع لك تبيع لك الارض لراجلك تبيع عليه واش سمحوا لك الصهاينه باش تبيع لك الارض لراجلك بشي درهم ايوا نقول لك انت يا لطيفه لطيفه الحاجه شي لطيفه فكي لطيفه الحاجه اسمها نبيله الحاجه نبيله الحلم كاع قالوا العيال يكون شويه غونفلي كلهم حاجات الحاجه بسعوده الحاجه المنفوخه الحاجه هذا كلشي ولا حاجات باقي غير تحفه مازال ما ولا حاجه لا خصو هو داز من الشيخه لا هو يدوز الحاجه اول ما نطولش عليكم بزاف غنمشي بحالتي وانا مدي كنت غابر هاد الايامات كنا الناس ولا حنا عندنا تنحترمو تنحترمو التقاليد فهمتي واش موت السلطان ماتت حنا بقا نتزوفر ولا ها اخويا جاتني فرصه مشيت فرصه اللي قال لي ما نعطيكم ما تعطيهم لا لا هادي اوكازيون انا مشيت الطوموبيلات تبيعهم بالسطي لا جات هاد الاوكازيون قلت يلاه ما نسد البار ونمشي نستريح مع راسي نستريح ساعة ما سرحت والو تاني البارح كنت فواحد الكنازة ماشي كنازة لا ويك ولا هما الويك تيحتفلوا بالحياة داك اللي مات في المغرب تيبكيو عليه لا هنايا لا تيحتفلوا هادو على الاخر ولا التورنيات خدامة والناس تشطح والموسيقى خدامة بحال عمرو ما مات فهمتي كلشي فرحان بالورث فهمتي فانا هذا اقول قولي وانا نقول حالي كان معاكم انايا شنو هو من هنايا من هنايا